لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. نشر صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا تناولت فيه الأزمة المالية المعقدة التي يعاني منها العراق منذ عدة أشهر، والتي تسلط الضوء على مدى هشاشة اقتصاده القائم على النفط بعد مرور 20 عاما على الغزو الأمريكي. وقالت الصحيفة في تقريرها أن العراق يكافح للسيطرة على أزمة العملة التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر، لكن محاولاته خلفت عواقب على بلد يكافح من أجل الوقوف على قدميه من جديد. وأشارت الصحيفة إلى أن حزمة الإجراءات الأخيرة كانت لها عواقب، بما في ذلك حدوث انخفاض كبير في المعروض من الدولار في اقتصاد تفضل فيه العملة الأمريكية بشدة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وخلق صعوبات للعراقيين الذين لا يثقون في مؤسساتهم ولا عملتهم. اقتصاد العراق الضعيف يعتمد بشكل شبه كامل على التحولات في أسعار النفط العالمية، حيث أدت عائلات النفط القياسية إلى تضخم خزائن ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إلى أكثر من 100 مليار دولار، علما بأن بغداد لا يمكنها الوصول إلى الأموال إلا من خلال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتفظ باحتياطات العراق من النقد الأجنبي منذ الغزو سنة 2003. وحيال هذا الشأن، أفاد المسؤول الأمريكي الكبير في بغداد ديفيد بورغر، لقد شهدنا للأسف عرضاً متزايداً من المعاملات المشبوهة هذا الشهر، مضيفاً أن مبالغ ضخمة من الحوالات المصرفية غادرت البلاد بأساس احتيالي واضح. لم ترغب بعض البنوك والتجار في الكشف عن تفاصيل المستلمين النهائيين، بينما كان البعض الآخر بطيئاً في التكيف مع القواعد. حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وإحالته إلى مجلس النواب، يقول الكاتب عباس العلي في مقال بصحيفة المدى إنه حلم اقتصادي فاشل، فلم تجري عمليات تصحيح وإعادة هيكلة القوى البشرية العاملة في أجهزة الدولة ومرافقها، والتي لا تتناسب أصلاً مع مقدار ما تساهم به في بناء المنظومة الاقتصادية، ولم تحسم مسألة الحسابات الختامية للموازنات السابقة من 2010 ولليوم، والتي تخفي وراءها فساداً ونهباً منتظماً وبرعاية رسمية من قبل نفس المنظومة التي سودت هذه الموازنة ووافقت عليها. إن غياب الأرقام الحقيقية عن الواردات والإنفاق الحكومي ونسبة التنفيذ في تلك الموازنات تكشف لنا حجم فساد هذه الحكومة والتي سبقتها وكل الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلد، ما يجعلها مدانة وغير جديرة لوضع ميزانية شهر واحد وليس موازنة لمدة 3 سنوات. القراءة الأولية لهذه الأرقام تظهر لنا ثبات البيل الاستهلاكي العالي الذي يستنزف موارد العراق، والتي تذهب في جزء كبير منها إلى الجانب التشغيلي من رواتب وتقاعد ومخصصات الرعاية الاجتماعية، مع جزء مهم من الاستنزاف يذهب لخدمة تزييد القروض وفوائدها، والتي في أغلبها لم تساهم في تحسين حركة الاقتصاد وبناء منظومة فاعلة منتجة. كما لم تظهر الأرقام رؤية جادة ومتطورة لتنمية الجوانب الاقتصادية التنموية والاستثمارية التي تحد من الشكل الريعي للموازنة وعموم بناء الاقتصاد العراقي، كما أنها لم تعطي مرونة وأفقا استثمارية للقطاع الخاص وتمكينه من مواجهة حالة الخلل في الميزان التجاري لصالح الجهات والدول التي ترتبط مع العراق في سوق تبادلية مهيمنة عليه، كما أنها لم تعتمد على رؤية بعيدة المدى لإعادة الحيوية والنشاط للجانبين.
الأهم في العملية الاقتصادية الوطنية وهما الجانب الزراعي ومشكلة المياه وفقدان المساحات الزراعية الكبرى. إلى صحيفة القدس العربي ومقال الكاتب مثنى عبد الله، حيث يقول: في مثل هذه الأيام من عام 2003 غزت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الحلفاء العراق. كان الهدف المعلن إسقاط النظام السياسي القائم فيه، نزع أسلحة الدمار الشامل، بناء نظام سياسي واعد وديمقراطية جديدة مزدهرة. لكن بعد 20 عاما من الغزو والاحتلال باتت تلك الفرصة لعنة تلاحق الولايات المتحدة، وأصبحت بشرى الديمقراطية شيئا من نسج الخيال. وقبل هذا وذاك تبين أن أسلحة الدمار الشامل كانت فرية كبرى. ويضيف الكاتب: اليوم ها هو البديل نظام سياسي يقوم على الفساد والمحاصصة الطائفية والحزبية والقمع والقتل وسرقة المال العام. وإذ يستذكر العالم كله جريمة غزو واحتلال العراق، هل يجرؤ أحد على فتح حقيبة العقدين من الزمن التي مرت على العراقيين كي يرى ما فيها؟ لقد كان من أكبر جرائم الغزاة خلال 20 عاما أنهم جعلوا للطائفية وظيفة، وهي أن تصبح جزءاً من السياسة العراقية لأول مرة من خلال إعطاء كل فريق طائفي حصة سياسية. ومع مرور السنين تغلبت الطائفية على الدستور والقوانين والأعراف، ثم أخذت مكانة الدولة وأصبحت حاضنتها، بل وتعطي الدولة من حصتها، وبذلك باتت فعلاً سياسياً وليس فعلاً انتمائياً للدين. وهذا هو ذروة الفشل الذي يعيشه العراق اليوم، حيث بهذا الفعل تحول من حالة الهوية إلى حالة اللاهوية، كما ضمرت وانحلت الظاهرة الحزبية التي يتشدقون بوجودها، واقتصرت على زعامات سياسية صفحت ذاتها بالميليشيات. وقد امتد الشلل والانحطاط إلى وسائل الإعلام والصحافة والفضائيات التي يباهون بأنها أصبحت بالعشرات والمئات خلال حقبة 20 عاما. فكل هذه أصبحت مرتهنة بالسياسة، وقد سحبتها السياسة إلى دروبها الموحلة وجردتها من سلطتها واستقلاليتها ونزاهتها، فباتت بلا أخلاقيات وفاقرة للمصداقية. ناقشت مجلة إيكونومست في عددها الأخير أن إيران تسعى على ما يبدو لإصلاح علاقاتها مع الجوار، ولكنها لا تريد أن تتصالح مع الولايات المتحدة. وأضافت أن المعارضين لنظام الملالي في طهران، الذين يرونه مصدر كل الشرور والانقسامات، كانت لديهم الكثير من الأدلة في الأشهر الأخيرة لدعم موقفهم. فقد زودت إيران روسيا بمئات المسيرات الانتحارية لقصف أهداف مدنية في أوكرانيا، ويعتقد أنها تبني مصنعاً في روسيا لتقديم المزيد. تساءلت المجلة عن هذا المزيج من التقارب والعداء، فهل تفتح إيران صفحة جديدة؟ وما الذي يفسر عدم الاتساق الواضح؟ وكيف سيؤثر سلوك إيران المربك على المنطقة والعالم؟ الآن فجأة بالإضافة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، وافقت إيران على تقليص شحنات الأسلحة إلى الحوثيين وفقاً لمسؤولين في كل من أمريكا والسعودية. على الجانب السعودي، علق وزير المالية محمد الجدعان على احتمالية نمو الاستثمار السعودي في إيران بسرعة كبيرة إذا استمر الاتفاق. قد يكون هذا مجرد كلام، ولكن يبدو أن إصلاح العلاقات له منطق اقتصادي من كلا الجانبين. وتقول المجلة إن السعوديين لم يشعروا بالأمان في علاقتهم مع أمريكا لمدة عقد على الأقل، أي منذ باراك أوباما وتوقيعه الاتفاقية النووية إلى ترامب الذي وثق العلاقة معهم، لكنه تردد بالدفاع عنهم، إلى بايدن الذي أراد معاقبتهم. ومن هنا بحث السعوديون عن طرق لتهدئة إيران بدلاً من استفزازها، وسيسعون أيضاً إلى جذب الصين للعب دور دبلوماسي أكبر إذا استمرت إيران في المضي قدماً في برنامجها النووي. يأمل السعوديون في إمكانية إقناع الصين باستخدام نفوذها الاقتصادي للمساعدة في كبح جماح النظام. نشر صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط بارتن شولوب،
قال فيه إن الضغوط تتزايد على الولايات المتحدة لمحاسبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في ظل التحولات في القوة بمنطقة الشرق الأوسط، وضغط مسؤولون على إدارة جو بايدن لاتخاذ خطوات لمنع عمليات التطبيع العربية مع بشار الأسد. وجاء في التقرير أن مجموعة من المسؤولين السابقين طالبوا بأن تواجه محاولات إعادة التواصل مع الأسد بدون خطوات لتحقيق الاستقرار في سوريا أو الالتزام بالإصلاح، بموقف أمريكي صلب يحمل الزعيم السوري المسؤولية ويعالج سلسلة من مظاهر الفشل الأمريكي. في رسالة نادرة إلى الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، دعا المسؤولون إلى التحرك ووقف عمليات التحول نحو التطبيع مع الأسد وفرض وقف لإطلاق النار يسمح بدخول المواد الإنسانية وفتح المجال أمام عملية سياسية. والموقعون على الرسالة مدير المخابرات الأمريكية السابق جون ماكلوغلين، الذي يعتبر من أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في سوريا عام 2011، وكذا جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا، والجنرال المتقاعد أنطوني زيني ومعاذ مصطفى مدير الطوارئ السورية العاجلة، إلى جانب جماعات المجتمع المدني وناشطين يقفون في الصفوف الأولى لتوفير المساعدات الإنسانية ويحاولون الكشف عن جرائم نظام الأسد. ومن أهم مظاهر القلق هي كيفية تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، ولم يظهر الأسد أي استعداد للتصالح وبطريقة ذات معنى مع هذه المناطق بخاصة شمال سوريا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يتلقى تلاميذ متضررون من الزلزال دروسهم في خيام جرى تحويلها إلى صفوف دراسية في بلدة جندريس بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا. وتعد جندريس من أكثر المناطق تضرراً في الشمال السوري جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 من شباط فبراير الماضي. رغم الضحايا والخسائر التي سببها زلزال تركيا، جاء تأثيره على المجتمع بصورة عكسية، لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، ما ظهر في خيام الخير التي أكدت التضامن والتآزر الشعبي والحكومي مع المنكوبين. ففي مخيمات الإيواء بمدينتي نورداغي وإصلاحية في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد،
اتسعت قيام الخير لتستضيف آلاف الصائمين للإفطار على موائد الرحمن التي ينظمها الأهالي والمؤسسات الحكومية. مسؤولو المخيمات زينوا مداخلها بالأضواء الملونة المميزة في محاولة لمحاكاة أضواء المحيا التي تعانق مآذن مساجد تركيا خلال رمضان، وتحمل عبارات مضيئة لكنها غابت هذا العام عن مساجد المدينتين بسبب الزلزال. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. انتظرنا جميعا خبر سقوط كييف، لكن الحقيقة أن هذا الأمر لم يحدث، وأكثر من ذلك ما زال زيلينسكي رئيسا للبلاد وما زال الأوكرانيون يقاومون. فكما يبدو واضحا فإن أغلب السيناريوهات التي وضعت قبل وعند أعلان الحرب تبدلت أو نسفت بعد مرور أكثر من عام على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 من فبراير شباط 2022. في هذا التقرير سنحدثكم عن بعض الخرافات التي كانت متداولة في العديد من الخطط لإحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا قبل أن يعريها الميدان المشتعل في أوكرانيا وفق صحيفة بوليتيكو الأمريكية. أوكرانيا غير قادرة على استعادة أراضيها. عند اشتعال الحرب واختراق الجيش الروسي الحدود بدأت تسقط المدن الأوكرانية المدينة تلو الأخرى، إلا أن معطيات جديدة في الميدان قلبت ميزان القوة لصالح الأوكرانيين، إذ تمكنت من استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو من ضواحي كييف إلى خاركيف وخيرسون. وأثبت الأوكرانيون أن لديهم إرادة صلبة للقتال واستراتيجية فعالة لاستعادة أراضيهم. روسيا لا تهزم. من منكم كان ليتخيل أن موسكو التي تحارب اليوم باستماتة في باخموت تحاول تحقيق انتصار رمزي تتشبث به هناك؟ كانت قد نجحت خلال الأيام الأولى من الحرب في الوصول إلى مشارف كييف قبل أن تتعرض لهزائم متتالية دفعت الجيش الروسي إلى الانسحاب مراراً وتكراراً. فوفق الصحيفة فإن روسيا تعامل جنودها على أنهم وقود لمدافعها، بالإضافة إلى ما أشار إليه تقرير بوليتيكو أن إنتاج الغرب من الصناعات الدفاعية لا يزال عند مستويات وقت السلم، وهذا يعني أنه لم يبدأ باستعراض قوته العسكرية الكاملة بعد. هناك حياة مع روسيا بوتين بعد الحرب. انتهاء الحرب بهزيمة روسيا لن يكون سبباً في اختفاء روسيا من الخريطة، وهذا الأمر يعني أن العمل معها سيعود مثلما كان، على عكس الأصوات التي تعتقد أنها ستبقى معزولة، إذ ترى الصحيفة ضرورة النظر لهزيمة روسيا كفرصة لبناء دولة مختلفة ومتغيرة لن تهدد جيرانها مرة أخرى بدلاً من الخوف من التعامل معها. فبرغم مرور 30 عاماً على تفكك الاتحاد السوفيتي إلا أنه لم يكتمل بعد ولن يحدث أبداً حتى تتغير العقلية في موسكو. كل الحروب تنتهي بالمفاوضات. خرافة لا تصمد أمام اختبار التاريخ، هكذا وصفتها الصحيفة الأمريكية. فالاتفاق الدبلوماسي مع النظام النازي الألماني لم يكن السبب في استرداد الدول الأوروبية لأراضيها، وعلى العكس لم تساهم اتفاقيات مينسك الموقعة بين روسيا وأوكرانيا على إيقاف الحرب، بل منحت موسكو وقتاً للاستعداد للهجوم الشامل. هل تتفقون مع رأي الصحيفة أم لكم رأي آخر؟ نلقاكم بإذن الله.